أيوة سلام عبد برقاز هنا. إذا رجعنا للعناصر الرئيسية للقوة، فأي عنصر هو الأفضل هو الأقوى؟ واللي ما يعرف العناصر الرئيسية للقوة فهي تتضمن النار، الماء، الأرض والهواء. نعم البرق ليس من عناصر القوة الرئيسية، وهذا لأن في كثير عناصر داخلة مع البرق تجعله أكثر تعقيدا من أنه يكون رئيسي. يعني جزء من تركيبة البرق تتضمن النار والهواء، فهو معقد، لكن الزبدة هو مو من العناصر الرئيسية. لكن عودة للسؤال، فما في غير جواب واحد، أقوى عنصر هو على حسب. أدري هو مو بجواب مرضي، بس دقيقة في شيء كويس من الموضوع، لكن هذا هو الواقع. عناصر القوة تعمل مثل الدوامة أو الدورة، كل عنصر أقوى أو أضعف من عنصر ثاني، وهذا هو بالضبط شغلة عناصر الطبيعة، أو على قال العناصر الطبيعية الرئيسية. الأمر يعود للنسبة المتناسبة. يعني على سبيل المثال النار أقوى من الهواء، فلو زودت نسبة معينة من الهواء للنار، النار رح يزداد شعلة وقد يحدث أضرار جسيمة من خلاله، لكن إذا الهواء كان أكثر من النار فالنار رح ينطفي أو يخف. فيعني نسبة متناسبة. ولتقريب الصورة، الوضع حرفيا زي لعبة حجر ورقة مقص. أنت ما تقدر تقول الحجر أقوى حركة ومضمون لك الفوز، لازم تختار الحجر. لا، لأن الورق أقوى منه، وفي نفس الوقت المقص أقوى من الورق. لكن الحجر بالفعل أقوى من المقص، بس الورق أقوى منه. هي حرفيا زي الدوامة، ما في فائز حقيقي. لكن عودة لعناصر القوة، لو فرضنا كان لازم تختار واحد، لو فرضنا كذا جاك هذا فجأة شبيك لبيك وقال لك لازم تختار أحد هذول العناصر للاستخدام، أي واحد راح تختار؟ أي واحد راح يكون أكثر عملي؟ وقف الفيديو وثبت على الإجابة، راح أقول لك إذا اختيارك موفق ولا لا. تمام؟ وقفت الفيديو؟ اوكي. اذا اخترت النار فانت حرفيا اخترت اسوأ عنصر، يعني هارد لك يعني ما. ويعني عارف، اذا حكينا عن المظاهر وعنصر الكول، فالنار جدا خطير واسطوري، هو قوي وقادر على احداث الكثير من الضرر للخصم، وهنا تكمن جزء من المشكلة. النار فعليا لعنة، لان يبغالك كم هائل من التحكم لسيطرة القوة وان لا يحدث اضرار خاطئة. يعني على سبيل المثال، اذا شخصية بقوة النار قاعد يتعارك في الغابة او في مكان مزدحم، فلازم ما يزودها او يفرط في قوته، لان اي شرارة زائدة ولو قليلة راح تحرق الغابة بأكملها أو تجرح الأبرياء، يعني ما يقدر ياخذ راحته، وفي نفس الوقت ما يقدر يدافع أو يحمي الأبرياء، لأن يعني أوكي يمكن هو مقاوم للحرارة النار، لكن الأبرياء ليسوا كذلك، فراح يأذيهم هم كمان. القوة جدا فعالة للهجوم، لكن إذا حكينا عن الدفاع فهو من أضعف العناصر، خصوصا لما تقارنها بعناصر ثانية زي الأرض مثلا أو الهواء. عشان كده لو شاهدتم معظم الأحيان الناس اللي حاملين عنصر النار تشوفونهم هم الأشرار أو ما مفهومين، وهذا منطقي بناء على قوتهم وخاصية النار. النار يساوي الضرر والفساد، يعني حرفيا النار يقدر يغنق الشخص، يقدر يحرق الشخص، يقدر يشوه الشخص، يقدر يدمر الشخص. كل هذول العوامل راح تصبح منطقية إذا وهبت للأشرار، لأنهم راح يستغلون هذه القوة بإبداع. لكن إذا كنت من الطيبين فيعني هو مرة صعب تتحكم فيه، وهذا لأن ما تبي تأذي أحد أثناء الاستخدام، لكن في نفس الوقت تبي توقف المنافس، بس في نفس الوقت لازم تأخذ حذرك عشان ما تحرق للموت. يعني هي معقدة. وطبعا يعني ما أعرف لو أحد منكم انحرق، بعيد الشر عنكم، لكن يا أضرار الحروق تبقى لفترة طويلة. فللناس اللي عندهم ضل عنصر هم اللي عندهم أكبر مسؤولية، لأن بقد ما هو خطير بقد ما هو مؤذي وللطرفين. النار نعم جبار وعندها كثير من المزايا، زي تقدر تطبخ ويجي لك الدفء، لكن مجددا الأمر يعود لإتقان الشخصية بالقوة، ولذلك عنصر النار يعتبر أصعب قوة إذا حكينا عن الاستخدام والتحكم. ناو إذا رجعنا لأخينا شبيك لبيك، وانت اخترت الهواء، فاختيار موفق، ليس الأفضل لكن موفق. الهواء خطير، يمكنك الطيران، إحداث هجمات دقيقة وحادة، وبالدقيقة وحادة أعني دقيقة وحادة، الهواء يقدر يقطع الشجر للنص، يقدر يشيل أثقال جدا ضخمة، لكن حسب قوة الهواء طبعا. ويمكن استخدامه كعملية إلهاء لما ترمي الأتربة على الخصم لتحجب رؤيته، وتقدر تستخدمه بأكثر حرية وأريحية من النار، خصوصا أنه سهل تتحكم بالهواء من النار نظرا بأنه يعني خفيف. الهواء يمكن ايضا ان يعمل كدفاع جيد، نعم هو مو اقوى عنصر للدفاع، لكن يمكن تحريف اي هجمه لكي لا تستهدف الشخصيه مباشره وبكل سهوله. وطبعا اجمل شيء عن الهواء قد ايش هو مرن، خصوصا عندما يستخدم الشخصيه الهواء مع عنصر ثاني. يعني الهواء مع النار ياتي الثلج، الهواء مع الارض تحدث عواصف رملية، الهواء مع النار راح تزيد شعلة النار، وهذا بسبب ان الهواء وقود النار، مما يعني ان اذا مستخدم النار قابل مستخدم الهواء فالنار راح يفوز، الا اذا كان طبعا النار قليل، لكن فاهمين قصدي. لكن اكبر مشكلة للهواء هو انك تحتاج كم هائل من الهواء لكي يكون فعلا فتاك. القليل منه حرفيا ما راح يسوي شيء، الشخصية ما راح يقدر يطير، ما راح يقدر يشيل او يرمي شيء، ما يقدر حتى يدافع عن نفسه. فيعني اذا فعلا صار نزال بين شخصيتين والشخصية اللي ماسك عنصر الهواء ما خلص منافسه في اوائل المعركة، ففرص فوزه لاحقا
الشحن راح تقل وبشكل ملحوظ، خصوصا امام عناصر ثاني في القائمه. لكن اذا اخترت الارض فهو هنا تزيد الوضع اثاره، لان عنصر الارض صلب وقوي، يعني هو ارض قاعد ضربه واحده على الارض وانتهيت. وحتى مو بلازم تكون صخره كبيره، حجر او صخر واحد صغير راح يتغلب من معظم التهديدات. هذا غير فكره ان الارض حرفيا في كل مكان، عشان يعني انت عايش في كوكب الارض. هو حتى في عنصر الارض موجود في السماء على هيئه اتربه او رواسب، فنظريا يمكن للشخصيه ايضا التحكم بالهواء وانشاء العواصف. هذا لان جزء من تركيبه الهواء او الريح يتضمن الارض، هو حرفيا افضل عنصر للدفاع بما انه صلب وقوي. ويمكن ايضا الاستفاده بالهجمات بعيده المدى او القريبه. الشخصيات حرفيا يقدرون يصنعون الزلازل، يعني وش تبي بعد؟ هو انا حرفيا مستغرب ليش اعمال كثيره ما تستخدم ذا العنصر بكامل امكانياته. هو حرفيا اكثر عنصر مظلوم، يعني يمكن اكثر شخصيه فعلا ابدعت في استخدام هذا العنصر هي توف من افاتار، وهذا حتى مو بانمي. لكن يا جدا عملي ولمختلف الازمات. اذا كان الشخص في الغابه يقدر يستغل الاشجار، اذا كان في الصحراء يقدر يستغل الاتربه، اذا كان في الجبال يقدر يستغل الصخور. وغير كذا هو يقدر يشيل نفسه امام معظم العناصر الثانيه. دفاع الارض كويس امام النار، والارض يقدر يشفط الماء، والهواء ما راح يسوي شيء للارض خصوصا اذا كان الهواء مره قليل. فيا لو اخترت عنصر الارض فاختيار موفق جدا. لكن دون شك افضل رد تقدر تعطيه للسيد شبيك لبيك هو الماء. اذا المستخدم فعلا اتقن استخدام ذا العنصر فالى حد ما هو المسيطر. هذا لان تركيبه الماء يقدر يكون صلب وقوي زي الصخر او سلس ولطيف. لو فرضنا الشخصيه كان قريب من الماء زي في البحار او الانهار، فيقدرون يشكلون عواصف ويعطلون تيار الماء لتكون لصالحهم، يعني غرقان غرقان. والمشكله الاكبر ان اذا كان شخص راح يواجه خصم ذا العنصر، كثرة الماء وتراكم الأمواج راح يجعل الوضع مرة صعب للمنافس من أنه يفكر أو يكون أي ردة فعل. تيار الماء راح يلعب فيه، وإذا فرضنا جسم الماء كان كثير فمن الصعب أنك توقف التيار بسبب قوة الماء. هذا غير الهجمات البعيدة اللي المستخدم راح يستخدمها، يعني الوضع صعب يا شيخ. إذا المستخدم حابب يتخلص من المنافس بكل صمت وسهولة، فكل عليه يسوي هذه الفقاعة من الماء ويحبس رأسه، ويعني تقدرون تكملون البقية. الماء خفيف وقاتل أيضا، يمكن استخدامه كسلاح ووسيلة ذكية للحماية. يعني إذا المستخدم فعلا أتقن استخدام الماء يمكنه إخراج الماء من أي مكان زي السد مثلا والتلاعب فيه. هذا غير التحكم في الماء اللي في داخل الشخص والتلاعب فيه، يعني حرفيا يقدر يقفل ملف شخص دون حتى أن يتحرك. المستخدم يقدر يلخبط نظام الماء والدم حق المنافس وانتهت. ويعني بعيدة عن التلاعب في الشخص، الأرض 70% ماء، هو حرفيا في كل مكان حتى في الهواء. يعني فعليا حتى لو الشخص في نص الصحراء يقدر المستخدم يهيئ الماء للشرب، وذلك من خلال الماء الموجود في الغلاف الجوي. الشخص يقدر يتنفس تحت الماء بسبب الفقاعة المكونة من الأكسجين أو حماية نفسه من السموم. تقدر تجمد المويه، تقدر تغلي المويه واستخدامه لمختلف الظروف سواء للهجمات او للعنايه. فالى حد ما على عكس النار، الماء يقدر يستخدم اكثر للعنايه والمعالجه. يمكن ايضا دفع نفسك للاعلى والتحرك بامان عبر البحر او في الاراضي وبسرعه فائقه. واخيرا يعني تقدر تكون الماء على اي شكل، يعني تقدر تتلاعب عليه وتغير هيئته باي طريقه تراها، وهذا عوده لمرونه العنصر في التكوين. فيا اذا حكينا عن اكثر عنصر عملي فلا جدل هو الماء. في 1000 طريقه تقدر تستخدم الماء لصالحك، ويعني قريب للماء هو الارض. ومجددا هذا عوده لتكوين العنصر، والان هو حرفيا في كل مكان. نعم الى حد ما الارض اقوى من الماء، لان يعني الارض يقدر يشفط الماء، لكن يعني هو على حسب الكميه. اذا الماء تفوق على الارض في الكميه فالناتج سيول ومشاكل يعني. والشيء المؤسف ان العنصر ذا ما اشتهر او برز قد ما هو المفروض ينبرز، وهذا في عالم الانمي او خارجه. يعني بالعاده الشخصيات الجانبيه عندها ذا القوه، والشخصيات الرئيسيه بالعاده تبرز قوات زي النار او البرق. يعني بعيدا عن عالم الانمي، اقوى من على سبيل المثال هو يتحكم بكل الماء والحيوانات البحريه، لكن هو يعتبر شخصيه اضحوكيه. اوه هو بس يتحكم بالماء ويتكلم مع السمك. 70% من الارض مويه، وفكره انها متحكم بكل الحيوانات البحريه، تعرفون كم حيوانات عايشه في البحر؟ ما حد يعرف، بس كثير. فهل هو ضعيف؟ عموما الماء افضل عنصر اذا حكينا عن الاستخدام الفعال. لكن انتم ايش رايكم؟ اي عنصر كنت راح تختاروا؟ ان شاء الله راح اكمل في انتاج المزيد من الفيديوهات عن العناصر زي الثلج والحمم، لكن يمكن على هيئه شورت او فيديوهات قصيره اعتمادا على كميه المعلومات المتوفره يعني. لكن اتركوا لي في التعليقات اي عنصر احكي عنه مستقبلا. واذا ما شاهدت فيديوهاتي السابقه عن العناصر فموجودين في الحساب. اتمنى يكون عجبكم المقطع، ولا تنسون الدعم بالاشتراك اللايك والشير، راح يساعدني مره في مواصله انتاج المزيد من المحتوى. وسلام.